خلال لقاء جمعهما لأكثر من ساعة، أنهى الوفد الأمريكي المكون من هادي عمرو الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية والرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس لقاء جمعهما مع محافظ مدينة نابلس غسان دغلس. خلال هذا اللقاء استمع الوفد الأمريكي لشهادة محافظ مدينة نابلس ورئيس بلدية بيتا وأيضا لسائق مركبة الإسعاف التي نقلت جثمان المواطنة الأمريكية التركية إزنور إيزجي البالغة من العمر 26 عاما حين أصيبت برصاصة إسرائيلية في رأسها خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية على البناء الاستيطاني والتوسع الاستيطاني في بلدة بيتا وفقا للمصادر الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية. غادر الوفد الأمريكي مقر المحافظة على أن يتم تشييع جثمان القتيلة المواطنة الأمريكية التركية من أمام مشفى رفيديا الحكومة. تنفطر قلوبنا بسبب خسارة مواطنتنا، تنفطر قلوبنا بسبب الوضع المستمر، وسنفعل كل ما بوسعنا للتحقيق فيما حدث والوصول للحقائق. Into this and establish the facts. وفي جنازة رسمية وبمشاركة شعبية شيع الفلسطينيون جثمان المتضامنة الأمريكية التركية إزنور إيزجي البالغة من العمر 26 عاما والتي قتلت على أراضي بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس. هذه القضية أثارت ردود فعل دولية غاضبة وفلسطينية مطالبة بإجراء تحقيقات عن استهداف المتضامنين الأجانب. يذكر أن إيزجي هي أول متضامنة أمريكية تركية تقتل في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب، ولكن أصيب عدد من المتضامنين الأجانب وخصوصا من يحملون الجنسية الأمريكية في عديد من المظاهرات التي تناهض الاستيطان وتحاول الدفاع عن الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين خصوصا في بلدات جنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى بلدات جنوب مدينة الخليل حيث التجمعات البدوية في مسافر يطا. وهذه هي اللحظات الأخيرة لنقل جثمان المتضامنة الأمريكية إزنور إيزجي التي جاءت متضامنة مع الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي المدينة، ستنقل إلى تركيا لتوارى الثرى في قرية غربية تركيا وفقا لطلب عائلتها. ثروة شقرية، الحرة، نابلس.